السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جاي أقدم لكم نوعين من برفيوم أروع ولا أحسن ولا أجمل منهم، وذا عوصتهم بطريقة رهيبة جدا جدا، وأكيد أكيد أغلب الشباب عارفينها، وهي من هيريرا كارولينا أو من كارولينا هيريرا، وهي 212 من البرفانين. جامدين جدا، حلوين جدا. خلي بالك العلبة اللي معايا ديت هي كوبي، تمام، ولكن هي نفس الاتجاه بتاع الاوريجينال بالظبط. لو جينا اتكلمنا عن البرفان الاولاني اللي هو 212 من اهي مغناطيس زي ما احنا عارفينها، تمام، البرفيوم 212، البرفيوم في طبعه ان هو تابلي، في لافندر، نوتة اللافندر فيه عالية جدا، نوتة الزنجبيل عالية جدا جدا، هو سبايسي قوي، حامضي، في البرجمود، في الليمون، البرفيوم ثابت، البرفيوم تعالى قربه بالاوريجينال، هتحس ان فعلا كانك خاطب برفيوم اوريجينال. والعلبه بتاعته، الكرتونه بتاعته، تمام. البرفيوم الثاني 2126، البرفيوم 2126 بقى النعومه والجمال والحلويات والقطايف. افتح العلبه، تو وان تو سكسين، تمام. تو وان تو سكسين من برفيوم في الفانيلا، برفيوم رايق، برفيوم سكسي جذاب، لو شميته تحس ان انت عاوز تشمه تاني. الفانيلا فيه كتير قوي، الازهار موجودة فيها، اللافندر مش موجود فيه، وبرضك الزنجبيل مش موجود فيه، ولكن زهور البيضاء موجوده فيها، مخملي، ناعم، الفانيليا من عماء قوي. هتلاقي كمان في اخشاب الصندل والمسك، ده في الدراي داون. برفيوم الاثنين دولت يا جماعه بالنسبه ل 212 او كارولينا هيريرا اعجاز، والله اعجاز، حبيتهم. دولت متوفرين، كل علبة بسعر 400 جنيه كوبي. أشوفكم على خير.